على مستوى الألقاب الفردية وأفضل لاعب في أوروبا، ففاز بيها ولأول مرة لعيب هولندي بيفوز بيها فيرجيل فان دايك النجم المتألق مدافع ليفربول، بعد ما تفوق على كريستيانو رونالدو وعلى ليونيل ميسي نجم يوفنتوس رونالدو ونجم ميسي نجم برشلونة ميسي. كان ليهم حديث النهاردة هقول لكم على أبرز ما جاء فيه، لكن خلينا نقول أنه كمان على مستوى الألقاب الأخرى أفضل مدافع في أوروبا أكيد فاز بيها فيرجيل فان دايك بعد التفوق على ماتيوس ديليخت المدافع الهولندي اللي كان بيلعب في أياكس وقت الترشح ولكنه حاليا في يوفنتوس الإيطالي، وأكيد كمان ألكسندر أرنولد المدافع الإنجليزي اللي بيلعب في ليفربول واحد من الأندية الكبيرة في أوروبا وبطل هذه النسخة أو حامل لقب هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا. أفضل لاعب وسط في أوروبا فرانك ديونج، واحد من اللعيبة اللي منتظر منهم كتير جدا مع برشلونة، فاز بعدما تفوق على جوردن هندرسون من ليفربول وكريستين إريكسون من توتنهام. أما أفضل مهاجم في أوروبا فأكيد ليونيل ميسي بعد التفوق على كريستيانو رونالدو من يوفنتوس وساديو ماني من ليفربول. أفضل حارس مرمى أكيد 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 وإحنا مغمضين أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم في الفترة دي بعد التفوق على هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام ومنتخب فرنسا، ومارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة مع منتخب ألمانيا. طبعا البعض بيقول على أنه كان محمد صلاح من الطبيعي أنه يكون موجود، لكن خلينا نقول أنه ودي يمكن ما تكونش أسباب معلنة، لكن في بعض الرعاة بيتدخلوا أكيد في قصة الألقاب الفردية تحديدا مين يكون موجود.